ازيك شباب، معاكم مازن ورجعت لكم بفيديو جديد. النهارده ان شاء الله شباب هنشوف ماب. المفروض ماب ده شباب بيعمل حرفيا اوتفيت او لبس كامل ليك في لعبه روبلوكس، واسم ماب شباب اسمه اي اي اوتفيت كريتور. وقبل ما ده فيديو شباب يا ريت تكون عامل لايك سبسكرايب كومنت شير، ويلا نبدا في الفيديو. طبعا شباب هو ده الماب اسمه اي اي اوتفيت كريتور زي ما شايفين اهو، باسمه بالعربي يا شباب اللي هو الذكاء الاصطناعي بيعمل لك لبس في الاخر، اوتفيت يعني لبس كامل، فاهم؟ طقم كده كامل. المهم فبس هو ماب طبعا شباب ماب يعتبر جديد زي ما شايفين اهو، معمول من شهرين كده ولا حاجه، فيعتبر ماب جديد يعني. طبعا شباب برضه معمول ابديت من اسبوعين، فبس يلا ندخل الماب بقى. طبعا شباب دخلنا الماب اهو زي ما شايفين اهو، وزي ما شايفين قدامنا اكتر من يو اي او اكتر من حاجه يعني ممكن نعملها. اول حاجه هنا سيب كلمه سيف، بعديها الايتمز، بعديها ريسيت، تمام؟ بعديها بقى عندنا ايه الاوتفيت، بعديها اندو وسيتنجز، ونكتب بقى هنا في بوكس كده ممكن نكتب منه حاجات، تمام؟ احنا ممكن نكتب اول حاجه هنا بيقول لك ايه، اكتب حاجه زي ويزرد او كوتاج، مش عارف ايه كوتيج ده، مش عارف انطقها. المهم يعني هنكتب كلمه ويزرد زي ما هو قال لي، تمام؟ المفروض هنا بيعمل لبس لويزرد اللي هو الساحر كل مره بشكل مختلف، يعني ما بيطلعش نفس النتيجه، فاهم قصدي؟ يعني بص هنا كده اهو ريكريت، مش هيطلع نفس الشكل، هيعمل شكل مختلف، فاهم قصدي؟ بيطلع شكل مختلف كل مره تدوس عليها. طبعا شباب في كل حاجه يعني كتبت اي كلمه هنا هيطلع لك حاجه مختلفه. ممكن مثلا هنا نكتب كات، تمام؟ قطه، تمام؟ زي ما انتم شايفين اهو طلع شكل القطط، بس الشعر ده غريب يعني، الشعر ده مبوظه، ممكن تشيله وهدلونته، تمام؟ فاهم قصدي؟ يعني ثانيه كده كده يبقى شكله جاي احسن، فاهم قصدي؟ فانت طبعا بيطلع شكل كل مره مختلف زي ما شايفين اهو، ده كده مختلف، ده كده مختلف، ده كده مختلف. استغفر الله العظيم، كان في عالم الناس اللي مش تمام. او لا أو لا مش هو، خلاص ماشي الحمد لله. بعديها ندوس على ده شكل مختلف برضه، وممكن ما تكتب برضه يعني رياكشن مثلا ساد، تمام؟ زي ما انتم شايفين اهو ساد. وفي برضه بقى حاجه جامده جدا، انك لو كتبت كلمه فري، فري بقى هيطلع لك حاجات المفروض مجانيه. طبعا هنا بيحط حاجه كام حاجه بروبوكس، يعني حط حاجتين دول بروبوكس، مثلا الراس دي بروبوكس، والبتاع بتاع اللي في ايديها دي بروبوكس، فانت هتشيلهم، تمام؟ زي ما انتم شايفين اهو كده. ايوه كده بقى شكل مجاني، انت ممكن تستخدم شكل ده شكل مجاني عندك لو انت معكش روبوكس، فاهم قصدي؟ مثلا حاجه زي كده تشيلها، تمام؟ بس كده بقى شكل مجاني، افضل دي نشيلها بس، ماشي بقى شكل مجاني كده خلاص، فاهم قصدي؟ دي الفكره. اهو زي ما شايفين اهو اوت في التوتال زيرو. ممكن مثلا تكتب كراي مثلا، يعني ممكن تكتب اكتر من حاجه، ممكن اي حاجه تتوقعها ممكن تبقى قدامك، تمام؟ زي ما شايفين اهو. في بقى حاجه اسمها ايمو جيرل، تمام؟ ايمو جيرل ده ستايل من اللبس، فاهم قصدي؟ ده شكل الستايل ده، تمام؟ بيطلع لك بقى اوتفيت، طبعا ده لبس بنات، تمام؟ فانت ممكن تكتب ايمو بوي برضه، فاهم قصدي؟ فدلوقتي ايمو بوي مثلا اهو، ايمو بوي، في ايمو بوي وايمو جيرل، فاهم قصدي؟ ده الشكل. وفي ممكن برضه حاجه اسمها سلندر، تمام؟ السلندر ده برضه شكل من انواع اللبس، يعني سلندر بوي مثلا، سلندر بوي، تمام؟ برضه نوع من انواع اللبس مشهور برضه جدا، تمام؟ فانت حرفيا ممكن تلاقي كل انواع اللبس. ايه ده، بتاع ده ب 4250، ايه الفلوس دي كلها؟ المهم فانت هتلاقي هنا كل انواع اللبس، وتقريبا انت ممكن برضه تكتب هنا لبس تقول مثلا اندر 500 روبوكس، فاهم قصدي؟ مش هيعلى عن 500 روبوكس زي ما انتم شايفين اهو، فكل حاجه تبقى اقل المفروض من 500 روبوكس. فلو انت معاك بادجت معينه ممكن تسيبه هو يعني يشوف لك شكل معين. ملاحظين في هنا لون كده بنفسجي طالع، مش عارف ليه. المهم يعني تقريبا عشان البتاعة دي بتطلع لون بنفسجي. هنجرب بقى شباب نكتب كلمة كاتج المكتوبة دي، اللي هي يعني انا مكنتش عارف انطقها اساسا من الاول، انا مش عارف ايه فكرتها، بس تمام يعني زي ما انتم شايفين تقريبا مش عارف والله ايه ده، بس برضه اشكال حلو صراحة، جامدة يعني اشكال. ممكن نكتب كاتج بوي ده، تمام؟ اشكال حلوة صراحة، مش وحشة خالص صراحة، بيطلع اشكال يعني جميلة صراحة. هنا بقى ممكن نكتب مثلا ارمي الجيش، تمام؟ ممكن تلاقي اشكال من الجيش، يعني لو انت عايز تعمل شكل بتاع الجيش وكده ممكن تستخدمها، حرفيا اي شكل انت عايزه هتكتب هنا وهتلاقي افكار، فاهم قصدي؟ اللعبه دي بتديك افكار من الاخر، يعني مثلا البتاعه دي بتاعت جنرالات الحرب والجيش وكده، تمام؟ فانت ممكن تستخدمها مثلا، حرفيا كل مره بيطلع لك لبس مختلف وشكل مختلف، فاهم قصدي؟ زي ما شايفين مثلا ده شكل حلو جدا بالنسبه لي، بس ما شاء الله في حاجه واحده. ايه ده، ازاي يا جدعان اصلا؟ اه دي النضاره دي ب 1500 روبوكس، يا نهار ابيض كل دي فلوس.
ممكن مثلا تكتب child طفل، ده لبس لو انت مثلا عايز تعمل رول بلاي او اللي هو مثلا بتمثل يعني وكده، فممكن مثلا تكتب child وتلبس اللبس ده، فاهم قصدي؟ لو انت مثلا بتعمل فيديوهات على في بروك هيفن والكلام ده كله، فاهم قصدي؟ فبيديك افكار لبس الصراحه. ممكن بقى شباب نكتب اسماء دول، يعني ممكن مثلا نكتب ايجيبت زي ما انت شايفين اهو، ده شكل مصري تمام. في بقى اشكال بقى الفرعون، فيرو يا رب اكون كتبه صح. المهم ده شكل كده فرعون تمام، زي ما انت شايفين اهو اشكال فرعون جامده جدا صراحه. ايه ده اتخضيت. اه ده فعلا تقريبا في اله مصري شكله كده تمام، بس انا مش فاكر اسمه ايه. طبعا حاطين شعر كده، شعر ملوش لازمه صراحه، ممكن تشيله كده يبقى شكله احسن بكتير. طبعا في حاجات بيضيفها بلا هدف فانت لازم تشيلها. ممكن مثلا نكتب كليوباترا مثلا، كليوباترا ايه ده، دي كليوباترا قلبت بطريقه؟ لا لا كتبتها غلط. ايوه كده شويه كليوباترا كده بقى الشكل الفرعوني اهو، زي ما شايفين ده شكل مثلا جامد جدا ويعتبر رخيص شباب. كل دي حاجات والشكل كده تحسه حاجات كتير قوي في الشكل، بتسميه روبوكس فجامد صراحه برضه. ده شكل غريب جدا بلا هدف صراحه. ممكن بقى نكتب مثلا عرب عربي تمام، زي ما شايفين. ايه ده ايه ده يا عم ايه اللي حوالينا ده. في برضه اشكال عربيه بقى، ده شكل عربي 100%. طبعا هنا بتاعت الشيخ دي تلاقيها مستخدمه في كل حاجه عشان عرب وكده بقى. ممكن مثلا نكتب سعودي اريبيا، سعودي اريبيا تمام، السعودية. أيوة ده شكل كامل حرفيا السعودية، بص شايفين علم السعودية، لبس السعودية، كل حاجة أهو، ده أرض سعودي جامد صراحة. ممكن مثلا نكتب عراق، عراق تمام. ده مش فاهم ليه حاطط لبس جيش العراق، يعني العراق متأكد إن هي حاجة أكتر من جيش. هنا العلم العراق الله أكبر تمام. أنا مش فاهم هو ليه مصرر على موضوع الجيش يعني في العراق، مش عارف بس مش مشكلة يعني. هنكتب سودان مثلا، نجرب يا عم. ايه ده فين السودان في الموضوع، فين السودان، فين السودان في الموضوع، مش شايف اي سودان. طب نجرب سوريا، سوريا طبعا هنا برضو كتبنا سوريا، بدأت تطلع شوية حاجات سوريا يعني بس مش قوي حتى. طبعا صراحة اكتر حاجة كانت مظبوطة هي كانت السعودية صراحة. ايه ده في هنا علم السعودية سبحان الله. بص يعني صراحة بص حاجات السعودية عاملة ازاي حرفيا، بصوا لبس سعودي بقى كده بالظبط، لكن انا مش فاهم هو ليه كان لبس تاني مش ظابط. ده حتى هنا في كده حاجات على الوش عليها علم السعودية. ايه ده يا عم اشمعنى ايه ده السعودية وعلم كوريا. ممكن مثلا نكتب ريتش، نشوف واحد غني تمام. ما اظنش ده يبقى شكل واحد غني في روبلوكس بس تمام يعني. ممكن مثلا نكتب فالك اللي هي بتاع اللي انا لابسها على راسي تمام. فين الفالك في الموضوع، المفروض بقى تطلع واحدة كويس. ايوه بتاع دي فالك، بس طبعا انا جايب واحدة رخيصة، جايب واحدة ببلاش تقريبا. كانت ايفنت فجبتها ببلاش طبعا، دي بفلوس كتير بقى. ممكن مثلا نجرب نكتب اسم يوتيوبر، طبعا ده يوتيوبر في روبلوكس اسمه دانس دالي. طبعا طلع اللبس بتاعه يعني، طلع اللبس ده بس مش شكله في روبلوكس صراحة. ايه ده اه ده كان شكله في روبلوكس فعلا، شكله غريب اوي والله. وطبعا الشيء طبعا بيدي افكار كتير جدا، لو انت عايز تعمل لبس جامد مثلا لبس يوتيوبر حاجه زي كده، عارفين بيدي افكار حلوه. وبس كده يا شباب، يا رب يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش اللايك سبسكرايب شير وسلام.